برنامج خاص بالإنسان. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن القواعد العامة لفكرة حقوق الإنسان، وقلنا أول حاجة فيها اتكلمنا عنها هي التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان، وده تناولته كامل. هتكلم النهاردة عن مفهوم حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان، مصادر حقوق الإنسان. تعريف حقوق الإنسان أو مفهوم حقوق الإنسان، قال حقوق الإنسان دي ليها تعريف لغوي، ليها تعريف اصطلاحي، ليها تعريف في القانون الداخلي، وليها تعريف في القانون الدولي. أول تعريف لحقوق الإنسان هو التعريف اللغوي، حقوق الإنسان. كلمة الحق مضادها الباطل، ومعنى كلمة الحق الثابت، الشيء الثابت. وجمع كلمة حق حقوق، الفعل منها ثبت ووجب، ومعنى أحق بالشيء يعني جدير به. والحق في القرآن الكريم هي يوم القيامة لأنها تفصل بالحق. علماء اللغة وضحوا هنا مفهوم حقوق الإنسان لغويا، جابوا معناها يعني إيه ومضادها إيه، والفعل او مصدر الفعل بتاعها معناه ايه او ايه هو، ويعني ايه احق بالشيء يعني جدير به. فحقوق الانسان هي حق لكل شخص. تعريف حقوق الانسان اصطلاحا، او تعريف الحقوق اصطلاحا، عرفتها قبل كده واتكلمنا عنها في مفهوم حقوق الإنسان في أول محاضرة ليا. اتكلمت قلت كان ليها أكتر من تعريف عشان أوضح حقوق الإنسان دي يعني إيه. قلت الحقوق دي ليها أكتر من تعريف، هي اللي بتثبت للشخص كونه إنسان بغض النظر عن لونه أو شكله أو جنسه أو بلده أصله أي انتمائه أي حاجة من الحاجات دي. في تعريف تاني اللي هو كان الاصطلاحي الخاص بحقوق الإنسان، ويقصد به قلت إن هي الميزات أو المصالح أو الحريات التي يتوقعها الفرد أو المجموعة من المجتمع أو الدولة. إيه الحريات وإيه الميزات وإيه المصالح اللي أنا كفرد أو كمجموعة دولتي ممكن تتيحها لي أو إن أنا أحصل عليها من الدولة بتاعتي؟ مثال الحق مثلا قلنا في التعليم، الحق في العمل، الحق في التجارة، الحق ان انا انتقل من مكان لمكان، الحق في الملكية. حقوق كتير جدا بتضمن مصلحتي داخل مجتمعي او بلدي. قلنا القانون كان ليه وجهة نظر في تعريف الحقوق، قال ان هي السلطة التي يمنحها القانون للفرد وتمكنه من القيام بأعمال معينة عشان يحقق بيها مصلحة معينة خاصة به، شرط ان القانون يعترف بيها، يعني مصلحة في صالحه وغير مضرة، ما ترجعش بمضرة لا على الشخص نفسه ولا على المجتمع ولا الدولة. وقلنا برضو ان احنا ممكن نعرف الحقوق اصطلاحا انها المعايير الاساسية التي لا يمكن للبشر ان يعيشوا بدونها كأناس. ما ينفعش اعيش كانسان بدون الحقوق دي. دي حقي، حق في العدل، حق في الحرية، حق في المساواة، حق في التعبير، حق في المعتقد الديني. دي كلها حقوق ما ينفعش الانسان يعيش من غيرها. يبقى معايير ثابتة، معايير أساسية الإنسان ما ينفعش يعيش من غيرها كإنسان. حقوق الإنسان أساسها أصلا الحرية، العدالة، السلام. طب لو أنا فعلت حرية، سواء كانت حرية بقى مفيش بلد يبقى مستعمر، كل واحد وجميع الأفراد في جميع بلادهم لهم الحق إنهم يعيشوا في حرية وفي أمان، عدالة، في عدل بين أفراد المجتمع كلهم، في سلام وفي أمان وفي وئام. ده من شأنه أصلا إن يؤدي إلى التنمية، سواء كانت تنمية الفرد اللي بشأنها أصلا هتعود بالتنمية على المجتمع. المجتمع هو مجموعة من الأفراد
بيعيشوا مع بعضهم وبيكونوا مجتمع. فلو حصل تنمية للأفراد دول هيحصل تنمية عندي للمجتمع، على أساس إن أنا أطبق حقوق الإنسان اللي هي أساسها الحرية والعدالة والسلام. تعريف حقوق الإنسان في القانون الداخلي: القانون الداخلي يعني خاص بالدولة الواحدة، داخل الدولة نفسها. قانون داخلي جاي من المصطلح، من اسم أصلا داخلي، يبقى داخل الدولة، مقتصر على دولة معينة. كل دولة ليها مجموعة من القواعد ومجموعة من القوانين بتحكم بيها رعاياها أو الأفراد اللي عايشين فيها. القوانين والقواعد دي بتشكل طريقة معينة وأسلوب معين بيوضح الحكم اللي في الدولة دي قائم على العدل ولا قائم على الظلم، حكم ديمقراطي ولا حكم ديكتاتوري ولا حكم مطلق محدش له أي رأي، هو قرار معين وحكم معين يسير على جميع الأفراد في المجتمع، ولا حكم ديمقراطي الأفراد لهم حرية التعبير وحرية المشاركة في القوانين، في إنشاء القوانين اللي هتحكمهم في بلدهم. ده بالنسبة لحقوق الإنسان في القانون الداخلي، بتعني مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقة بين الدولة وبين رعاياها أو الأفراد المقيمين فيها، وهي تشكل طريقة وشكل وأسلوب حكم الدولة، سواء كان قائم على العدل بدل الظلم، على الديمقراطية بدل الدكتاتورية، أو الحكم المطلق. حقوق الإنسان في القانون الداخلي، قالوا إن القانون الداخلي ده سبحان الله بيمثل الواقع التطبيقي والتنفيذي لحقوق الإنسان. إزاي؟ أنا عندي مجموعة من القوانين ومجموعة من القواعد، القواعد والقوانين دي هي اللي بتحكمني كفرد داخل دولتي. طب لو القانون ده مستبد وقانون ظالم وقانون ديكتاتوري والحكم مطلق وقائم على الظلم، يبقى كده مفيش تطبيق لحقوق الإنسان خالص تماما إطلاقا. طب لو الحكم ده حكم ديمقراطي، حكم عادل قائم على المساواة، بيحفظ حقوق الأشخاص المقيمين داخل الدولة، يبقى ده بينفذ وبيطبق حقوق الإنسان. عشان كده بيقولوا القانون الداخلي بيمثل الواقع التطبيقي والتنفيذي لحقوق الإنسان. رابعا، تعريف حقوق الإنسان في القانون الدولي: قانون داخلي قلنا معناه إنه داخل الدولة نفسها، قانون دولي معناه إنه بيشمل مجموعة كبيرة جدا من الدول أو تكاد تكون الدول بكاملها. القانون الدولي لحماية الإنسان ده إحنا اتكلمنا في البداية وقلنا إن كان في تطور تاريخي لفكرة حقوق الإنسان، وكان من ضمنها تطورها في العصور الحديثة في الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وفي فرنسا وفي الدول العربية، وفكرتها في الأديان وفكرتها في العصور الفرعونية أو في العصر الفرعوني، ده كان كله من ضمن التطور. وكان من ضمن التطور ليها إن صدر بعض المواثيق والإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان. فسمي القانون الدولي لأن الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات دي بقت دولية، بتعمم على مجموعة كبيرة من الدول أو تكاد تكون تعمم على الدول كلها. حقوق الإنسان أو القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان تمثل في أن هو مجموعة من المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الإعلانات والمعاهدات الدولية. أي إعلان دولي أو أي معاهدة بيبقى ليها قواعد ومبادئ أو بنود منصوص عليها داخل الإعلانات والمعاهدات دي. مهمتها إيه؟ المهمة الأساسية عندي إنها بتؤمن حقوق الأفراد والشعوب وحرياتهم، بيواجهوا الدولة أساسا بالحقوق دي أو بالقوانين أو بالقواعد والمبادئ التي نص عليها.
في مجموعة من القواعد وفي مجموعة من المبادئ تم النص عليها في مجموعة من المعاهدات والإعلانات والاتفاقيات، أفراد الدولة نفسهم بيواجهوا دولتهم بيها. لو الدولة نفسها مش بتطبقها فهم بيبدأوا يواجهوا الدولة بيها. فحقوق الإنسان دي مرتبطة بالإنسان، مينفعش يتنازل عنها. الدولة ملزمة بحمايتها من الاعتداء والانتهاك. كل مواطن داخل بلده أو كل فرد داخل مجتمعه المفروض إن الدولة تضمن له حقوقه كإنسان، ما ينفعش إنه يتم انتهاكها، ما ينفعش يتم الاعتداء عليها. دي بالنسبة للقانون الدولي. يبقى حقوق الإنسان بالقانون الدولي صدرت في شكل مجموعة من المبادئ أو القواعد منصوصة أو منصوص عليها في صورة إعلانات ومعاهدات واتفاقيات دولية، مهمتها الأساسية إنها بتضمن للأفراد إنهم ياخدوا حقهم أو يحفظوا حقهم أو حقوقهم كأناس أو كأفراد داخل شعوبهم ودولهم ومجتمعاتهم. عشان لو الدولة نفسها بتنتهك حق الإنسان ممكن الفرد نفسه يرجع للوثيقة ويرجع للاتفاقية أو الإعلان الدولي ده. طيب، حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان من منطلق إنها عالمية، إحنا قلنا عالمية يعني في العالم كله بقى، بتطبق في العالم كله لأن مش دولة واحدة بس هي اللي بتقوم بيها. المفروض إنها تكون قايمة على مبدأ المساواة وتكون منصفة ومتكافئة وبنفس القدر من التركيز. يعني ما عممش في دولة حقوق الإنسان وفي دولة تانية أسيب حقوق الإنسان دي تنتهك ويتم الاعتداء عليها. لا، لازم يكون في مساواة وتكون الفرص متكافئة في تطبيقها ويكون في تركيز في تطبيقها. يبقى حقوق الإنسان في القانون الداخلي يظهر عني في إيه؟ في المبادئ وفي قواعد وفي بنود ظهرت في معاهدات وإعلانات دولية بتضمن للشعوب أو الأفراد حرياتهم وبتأمنها لهم داخل دولهم أو بلادهم نفسها، وبتخليهم يواجهوا دولتهم كمان حتى لو الدولة دي بتنتهك حقوق الإنسان. لكن الواجب على القانون الدولي إن هو يطبق حقوق الإنسان دي بفرص متكافئة ومتساوية داخل جميع الدول. في عندي مطلب ثالث، هما 4 مطالب: التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان، بعد كده مفهوم حقوق الإنسان واتكلمنا عنها لغويا واصطلاحا وفي القانون الداخلي وفي القانون الدولي. المطلب الثالث وهو بقى خصائص ومبادئ حقوق الإنسان. حقوق الإنسان دي ليها خصائص وليها مبادئ، ما هياش حاجة عشوائية كده، لا دي حاجة مهمة جدا. أول حاجة قالوا إن هي لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث. حقوق الإنسان لا تشترى لا تكتسب لا تورث. أنا كشخصية أو كفرد مصري لي حق الإقامة في بلدي، ما ينفعش اشتري حق الإقامة عشان أقيم في بلدي، ما ينفعش أورثه لولادي أو لأبنائي اللي من بعدي. لا، ده حق لكل الناس. ان حقوق الانسان اول حاجة لا تشترى لا تكتسب لا تورث، ملك للبشر كلهم. حقوق الانسان شيء طبيعي متأصل داخل كل فرد، واجب على كل الدول انها تطبقه وملزمة بتطبيقه. فالدولة المفروض كل الحاملين لجنسيتها بتطبق حقوق الإنسان دي ليهم وبتحافظ عليها وتبقى ملزمة إنها بتطبق حقوق الإنسان دي على الناس المقيمين فيها والحاملين لجنسيتها. أنا كشخص أو كفرد داخل بلدي لي حق في التعليم، لي حق إن أحصل على وظيفة، لي حق في الزواج، لي حق إن أبقى مسلم، ولي حق إن أبقى مسيحي، ده حقي. لي حق إن أنا أشتكي وأرفع شكوى، ليا حق ان انا اعبر عن رأيي، ليا حق ان انا اروح انتخب. محدش هيورثني دي، محدش هيشتريها لي، محدش هيديني الحق ده، يعني مش هكتسبها من حد، لا ده حق مكتسب ليا انا لشخصي كشخص. انا كشخص
فحقوق الإنسان لا تشترى، لا تكتسب، لا تورث، هي حق طبيعي لكل فرد، وكل دولة ملزمة إن هي تطبقها لأفرادها. الحق، المبدأ الثاني أو الجزء الثاني من خصائص حقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان عالمية، قلنا إنها بتطبق والمفروض تطبق في جميع الدول، في عندنا معاهدات كتير وفي إعلانات وفي مواثيق وفي اتفاقيات دولية فيها مبادئ بتنص على حقوق الإنسان، فبالتالي حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر بقى عن اللون، الشكل، الديانة، الجنسية، أي رأي آخر بقى، أصل الشخص ده، انتمائه. كل البشر ولدوا أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، فحقوق الإنسان بتحمي الفرد وبتحمي المجموعة أو الجماعة، يبقى حقوق الإنسان عالمية. بعد كده حقوق الإنسان لا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها، دي حقوق مكتسبة ليا الحق فيه، حقي، ما ينفعش نتنازل عن حقي وما ينفعش حد ينتزعه مني، مفيش أي حد يقدر يحرم شخص معين من حقوق الإنسان، حتى لو الدولة دي مش معترف، القوانين الموجودة فيها مش معترفة بحقوق الإنسان، احنا قلنا إن هي دولية وعالمية، فبالتالي في معاهدات وفي اتفاقات دولية بتضمن للناس حقوقها تحت مسمى حقوق الإنسان، فبالتالي حقوق الإنسان لا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها. حقوق الإنسان متساوية مترابطة، ما ينفعش أجزأها، كلنا احنا قلنا الأساس لحقوق الإنسان الحرية، العدل، المساواة والسلام، يبقى لازم تكون حقوق الإنسان متساوية فيها ترابط، ما ينفعش تتجزأ عشان الإنسان يتمتع بحقوقه وعشان يعيش في سعادة ويستطيع أن يحيا فله حق الحياة، وعشان الإنسان يعيش بكرامة لازم يكون في حرية وفي أمان ومستويات معيشة لائقة. يعني أنا كشخص أو كفرد داخل بلدي إزاي أعيش بكرامتي وأنا أصلاً ما عنديش حق في الحرية، مليش حرية في أي حاجة، النظام اللي أنا دولتي متبعاه نظام ديكتاتوري، مليش حرية في أي حاجة، فبالتالي مش هحس بحرية ولا هحس بأمان، فمش هقدر أعيش بكرامة. فحقوق الإنسان متساوية لكل الأفراد، كل الأفراد لهم نفس الحق، مترابطة، ما ينفعش أعيش حر وما ينفعش يكون في أمان، ما ينفعش أعيش حياة سعيدة أصلا وأنا حقوقي الأساسية ما بحصلش عليها، هي مترابطة، ما ينفعش أقول أنا هعمل تنمية وأنا أصلا مليش الحق في إني أقوم بالتجارة أو أقوم بالنقل أو مليش حق ملكية أو مليش حق تقاضي، مفيش الحقوق دي كلها، فبالتالي حقوق الإنسان مترابطة، كل حق مرتبط بالتاني، أو كل مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان كل حق فيها منصوص عليه مرتبط بالتاني، لازم عشان أحيا حياة سعيدة أضمن حقوقي التانية اللي هتضمن لي الحياة السعيدة دي، أو إن أنا أحيا حياة بمستوى لائق. دي بالنسبة لمبادئ حقوق الإنسان. المطلب الرابع اللي هو مصادر حقوق الإنسان. المصادر بتوع حقوق الإنسان دي أو تم تكوين الاتفاقيات والإعلانات والحاجات، رجعنا لحقوق الإنسان دي منين؟ بقى في منظمة اسمها منظمة حقوق الإنسان، المصادر بتاعتها كانت إيه؟ خدتها منين؟ قالوا في مصادر تاريخية وفي مصادر وطنية وفي مصادر احتياطية وفي مصادر دولية. بالنسبة للمصادر التاريخية اتكلمت فيها قبل كده وقلت الأديان السماوية، وتشمل طبعا القرآن الكريم وجاء به الإسلام، التوراة، الإنجيل، دي كلها مصادر الأديان السماوية. المصادر الفلسفية
دي قائمة بقى على النظريات بتاعت الفلاسفة والقواعد اللي كانوا بيحطوها، طبعا زي مثلا فلاسفة أو فقهاء المدنيات القديمة زي كونفوشيوس في الصين، مانو وبوذا في الهند، أرسطو وأفلاطون، أفلاطون في اليونان. دول كلهم كانوا فلاسفة وكان لهم وجهات نظر ونظريات معينة. هي وجهة النظر نظرية، فكرة معينة بيطورها بطريقة معينة، بيطبقها بطريقة معينة، بيشوف مدى نجاحها ومدى فشلها. ده كله كان تطور لفكرة حقوق الإنسان، أو كان مصادر من مصادر حقوق الإنسان. يبقى المصادر التاريخية عندي فيها الأديان السماوية والمصادر الفلسفية اللي قام بها الفقهاء والفلاسفة. لكن الأديان السماوية طبعا كان ليها مصادر زي القرآن، التوراة، الإنجيل. المصادر التاريخية دي قالوا ليها أمثال مكتوبة، وأنا ذكرتها قبل كده في المحاضرة السابقة، معظمها اتكلمت عنها. الميثاق الأعظم أو الماجنا كارتا الصادر في إنجلترا، في 12 يونيو 1215، أو وثيقة العهد الأعظم، اتكلمت عنها قبل كده وقلت إنها بتنص على عدد من المبادئ أو العديد من المبادئ من حقوق الإنسان، زي حق الأمان وحق التقاضي وحق الكفالة وحق النقل وحق الملكية. دي كانت الميثاق الأعظم أو وثيقة العهد الأعظم، كانت بتنص على المبادئ دي من حقوق الإنسان. بعد كده عرضت الحقوق التي أعدها البرلمان الإنجليزي، وكانت عام 1628، وقلنا إنها بتنص على نفس المبادئ اللي نصت عليها وثيقة العهد الأعظم أو الميثاق الأعظم، كانت داعمة ومساندة ليها. بعد كده إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776، وقلت اتكلمت في المحاضرة اللي فاتت وقلت إن ده صدر نتيجة لأن الولايات المتحدة الأمريكية 13 ساءت العلاقات بينها وبين إنجلترا، فحصل الفصل أو الاستقلال. الولايات المتحدة استقلت عن إنجلترا، وكان أهم مناهج دي المساواة والعدل والحق في أن يحيا الأفراد حياة سعيدة. بعد كده إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، وده كان أول إعلان لحقوق الإنسان، وكان ده في فرنسا، وكان فيه الدستور الفرنسي مؤيد طبعا، وده نص على حقوق كتير جدا زي التعبير والصحافة والنشر وحاجات كتير قوي، وحقوق الانتخاب ومنع الرق والأرقاء، اتكلم في حاجات كتير. دي كانت المصادر التاريخية المكتوبة أو أمثلة للمصادر التاريخية المكتوبة. يبقى عندنا 4 نقاط فيها، اللي هي الميثاق الأعظم، عريضة الحقوق، إعلان الاستقلال الأمريكي، إعلان حقوق الإنسان والمواطن. عندي بعد كده المصادر الوطنية، ويقصد بها التشريعات، زي ايه؟ التشريع الدستوري، كل دولة ليها دستور، والتشريع العادي هو القانون، والتشريع القرعي أو اللوائح. اللي عندي في لوائح وفي قانون وفي دستور. يبقى هي لما أقول لك مصادر وطنية حقوق الإنسان يبقى تشريعات، دستور، وقانون، ولوائح، ال3 حاجات دول. بعد كده عندي المصادر الاحتياطية، في مصادر احتياطية لحقوق الإنسان، ويقصد بها، مقصود بها المؤسسات القضائية والفقهية، زي دور القضاء، دور القضاء، أو المؤسسات الفقهية، زي دور القضاء في قضايا حقوق الإنسان، في قضايا حقوق الإنسان. دور دار القضاء ليها دور فيها. والدور التاريخي والمعاصر للفقه، الفقه نفسه، سواء كان بقى أي نوع من أنواع الفقه، بيقولك في فقه حديث، في فقه الإسلامي، وفي فقه في قضايا معينة في القانون بنرجع فيها مثلا عشان نحكم الدور دي فيها، أو الفقه له دور فيها، ودور القضاء بيكون ليها دور فيها. رابع حاجة المصادر الدولية، فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ال3 دول المذكور عندك فيهم إنهم صدروا بتواريخ معينة،
وتم العمل بيهم بتاريخ معين، لم يذكر أكثر من ذلك عنهم في المقرر معنا. يعني هو ذكر أسمائهم بس، ده صدر في تاريخ كذا وتم العمل بيه بتاريخ معين. طيب، الإعلانات والوثائق الدولية الصادرة في إطار الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة، الاتنين دول اللي تحتيهم إعلانات كتير ووثائق كتير وبنود أو أكتر من بند هنبدأ نعرضهم مع بعضنا. يبقى دي بالنسبة للإعلانات والوثائق الدولية الصادرة، دي كانت إعلانات ووثائق دولية صدرت من الأمم المتحدة، وإحنا قلناهم: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان حقوق الطفل، إعلان منح الاستقلال، الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين، التعاون الدولي عشان مجرمي الحرب طبعا، حقوق المعوقين، الناس اللي مش من نفس البلد طبعا، أو المغتربين أو المهاجرين، إعلان الحق في التنمية، حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو دينية أو لغة. بعد كده اللي فات ده كان إعلانات ووثائق، دي بعد كده في اتفاقيات دولية. على سبيل المثال كده، اتفاقية دولية في بيني وبين إسرائيل اتفاقية سلام أو معاهدة سلام، في بيني وبين بلد معين تاني عربي سواء كان أو أجنبي اتفاقية معينة عشان لمنع جرائم معينة، او ان مفيش تمييز، او ما ينفعش اعذب تعذيب فئة معينة، دي اتفاقيات دولية برضو صدرت تحت مظلة الامم المتحدة، منها اتفاقية منع جريمة ابادة الجنس البشري والمعاقبة عليها لعام 1948. طبعا ما ينفعش ابيد جنس بشري كامل طبعا، ولازم اللي يعمل كده يتعاقب. طبعا القنبلة النووية في الصين كانوا عايزين يعملوا إبادة كاملة لشعب الصين، مسلمي الإيغور في الصين كان المسلمين طبعا هناك هم عايزين يبيدوهم إبادة كاملة، وشفنا أعمال العنف ضدهم كانت واضحة إزاي، وكتير جدا من الأفعال دي في أماكن كتير جدا من العالم. بعد كده الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965. مينفعش طبعا، دي بتتكلم عن التمييز العنصري، يعني المطلوب بتتكلم ان احنا نقضي على كل أشكال التمييز، الأبيض زي الأسود، يعني كلنا واحد، مينفعش أميز فئة عن فئة، العربي زي الأوروبي، الإنجليزي زي العربي، ده ما يكونش فيه تمييز عنصري، وده كان هدف الاتفاقية دي. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يعني حفاظ على حق المرأة. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة. طبعا ما ينفعش يكون في معاملة سيئة، ولازم يكون في عقوبة قاسية اللي بيقوم بالحاجات دي، وان يكون في معاملة إنسانية، ان حقوق الإنسان بتضمن للناس او للأفراد او للأشخاص او المجموعات او للشعوب كلها الحق في المساواة، الحق في العيش او حياة هنيئة سعيدة كريمة مستواها لائق، مفيش عنف فيها، في عدل، في حق، في مساواة، في حرية، مفيش تعذيب. اتفاقية حقوق الطفل، ودي اتكلمنا عنها قبل كده. بعد كده الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990. طبعا انا اتكلمت في الجزئيه دي قبل كده، قلت دي في ناس بتنتقل من بلدها بهدف العمل او بهدف كسب العيش او الرزق ايا كان، سواء كان الفرد بمفرده او اسرته معاه، ففي حقوق للشعوب دي او للافراد دول واسرهم المفروض يحصلوا عليها.
فصدرت اتفاقيات دولية بحقوق الناس أو العمال المهاجرين لبلاد تانية. في مصريين بيهاجروا لدول بعيدة يشتغلوا غير بلدهم، مش شرط الهجرة تبقى داخل البلد بس أو من أجل العمل، لأ ممكن يخرج لدولة تانية، وكلنا عارفين المعلومة دي طبعا. فالناس دي ليها حقوق، واجب ليهم الحق، ليا الحق إن أنا البلد اللي أنا عايش فيها دي تحافظ عليا، إن أنا بعمل فيها فبساعد على التنمية داخلها. أي نعم المصلحة والعائد عليا وعلى بلدي، وليا حق على بلدي إن لما يحصل مشكلة بلدي ترجعني. وده شفناه مثلا في الجائحة الخاصة بكورونا، كتير جدا من الدول رجعت المواطنين المقيمين فيها أو اللي هم المواطنين الأساسيين ليها ليها تاني لبلدها، يعني بعتت ورجعت المواطنين دول لبلدهم. فدي كلها اتفاقيات دولية مبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة. يبقى أنا اتكلمت في المحاضرة النهاردة عن مفهوم حقوق الإنسان اللغوي الاصطلاحي، مفهوم حقوق الإنسان في القانون الداخلي وفي القانون الدولي، اتكلمت عن مبادئ وخصائص حقوق الإنسان، واتكلمنا عن مصادر حقوق الإنسان وقلنا ليها مصادر تاريخية وفي مصادر وطنية وفي مصادر احتياطية وفي مصادر دولية. والمصادر المصادر التاريخية أهم ما فيها الأديان السماوية والفلاسفة طبعا. المصادر الوطنية دي داخل الوطن، فيها دستور، فيها قانون، فيها لوائح. المصادر الاحتياطية دي بقى زي الإعلانات أو نرجع ليها كاحتياط، أو خاصة بالتشريعات وفيها دور الفقه أو دور الفقه أو دور القضاء. بعد كده في المصادر الدولية، وقلنا فيها إعلانات وفيها وثائق، وأهم ما فيها الاتفاقيات الدولية والإعلانات والوثائق الدولية المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة، وذكرناها بالتفصيل مع بعضنا واتكلمنا فيها. شكرا جزيلا.